بسم الله الرحمن الرحيم. احب اعرفكم بنفسي، انا المهندس صديق ابراهيم، شركه سوبر ستار بلس. احنا شركه من اقدم الشركات الموجوده في مصر لصناعه استنباط الاحذيه. بدايتنا كانت بالشغل العادي زي كل الناس، ابتدت في السوق واشتغلت بشغل بلدي، اشتغلت بايا كان الطريقه اللي ممكن تشتغل بيها. ابتدينا نعدل من وضع التشغيل بتاع استنباط الاحذيه. كان بدايه الكلام ابتدينا بمكنه واحده سي ان سي، وكان الكلام ده بفريزة كانت من بلد ألماني. قعدنا اشتغلنا في المجال ده، كان بداية السي ان سي عندنا في القطاع الخاص، كان تقريبا من سنة 95. طبعا ان احنا عشان نشتغل شغل محتاج شغل دقيق، في حاجات دقيقة جدا بالنسبة للحفر. ان احنا نشتغل حفر مباشر ما بينفعش معانا شغل الفريزة الكبيرة، فكان عندنا البديل بتاعنا هنا في مصر الشركة اسمها شركة إعمار. الشركة دي كانت بداية معرفتنا بيها، كنا بدور ببحث لأي حد ما بيدور على إنه عاوز يخش في حاجة جديدة. لقيت ليهم إعلان على النت، ابتديت معهم في أول مكنة. دي كانت المكنة الأولى، كانت مقاسها 50x30. المكنة دي كان مقاسها مناسب جدا بالنسبة لشغلي. والنهاردة عشان خاطر نجيب مكنة زي ديت من الصين، مكنة ممكن سعرها يوصل، بيتكلموا في أسعار كبيرة، يعني أسعار بتتقارب مع الفرايز السي ان سي اللي هي الفرايز العادية. جبت المكنة الأولانية وجربت، لقيت فعلا كل المواصفات أو كل التفاصيل اللي أنا محتاج أشوفها في مكنة، لقيتها موجودة في مكنة إعمار. دخلت جبت المكنة الثانية وجبت المكنة الثالثة، وإن شاء الله في قريب جدا هيبقى في اسطول من مكن اعمار في شركه سوبر ستار. بالنسبه للمكن، شركه اعمار هم عندهم تغطيه محترمه جدا ومتابعه انا ما شفتهاش عند وكلاء كتير لمكن خارجي جديد. عندهم موضوع الصيانه موضوع سهل جدا، قطع الغيار عندهم متوفره جدا، في اي وقت بتطلب الدعم الفني بتلاقيه موجود تحت ايدك في اي وقت. دي حاجة ناقصانا هنا بالنسبة للسوق المصري، ان انت تلاقي حد بيدعم شغله بالمنظر اللي انا بشوفه في إعمار. مجرد ما يعني تليفون ممكن تلاقي الدعم الفني عندك في نفس اليوم او تاني يوم بالكتير، فدي متوفرة جدا عندهم. زي قطع الغيار زي ما قلنا ان هي موجودة عندهم بالكامل، اي حاجة قطعة غيار موجودة مش هيقولك انتظر عليا لما اجيب حاجة من بره، لا، هم عندهم القطع الغيار كاملة متوفرة عندهم، ان هم اللي بيصنعوا المكنه، فعندهم قطع الغيار بتاعتها كلها متوفره، في اي وقت تطلب الحاجه موجوده، مفيش حاجه متاخره عليك.